هشام، هلا. ممكن نسألك سؤال؟ شنو؟ أحس في شيء مضايقك، ملاحظة عليك إنك مو طبيعي اليوم. إي والله وإنتي الصادقة. جماني ينتني خلاص، بس ينت. إلا وتبي نادي، تبي تشترك نادي غصب، قاعد تحن. حرام عليك هشام، خليها تشترك بالنادي. رياضة حلوة تغير نفسيتها. هي ما عود أي رياضة حلوة، هي لاقية وقت حق عزيزان عشان تروح نادي. أنا أشوف ما عندك سالفة، أنا عموما مشتركة بنادي ينن وراقي، إذا تبي أنا أشركها فيه وأعطيك الاشتراك ومنها تفرح قلبها ويعتبر هدية منك لها. شديدة يا عبير، هي مو لاقية وقت حق الياهل، هي أصلا قاعدة تقط الياهل كل شوي على خدامة يعني. فاضي أنا؟ لا يا معودة تكفين، اللي فيني مكفيني. على العموم إذا حبيت تغير رأيك قولي وأنا أسوي لها الاشتراك. يصير خير. لا 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 لا، الكلام هذا ما يمشي معي. التغرير أبيعه على مكتبي باكر الصبح كحد أقصى، ولا راح يكون لي تفاهم ثاني معك. أنت فاهم؟ إيش فيك يا شهد؟ صوتك واصل لآخر ممر، كل الشركة سمعت. المحاسب هذا مو عاجبني، ودي أفنش اليوم قبل باكر. حرام عليك، هذا أول واحد يجي الدوام وآخر واحد يمشي، وغير كذي ذابح نفسه بالشغل ليل ونهار. شهد إيش فيك؟ أنت من تزوجتي وأنت صاير عصبية. ما فيني شيء. شو طالعني كذي؟ أبيك تفتحين لي قلبك مثل ما أنا فتحت لك قلبي، وقلت لك إن كل يوم يمر يم هشام قاعد أحبه أكثر وأكثر، وغير السنين اللي قاعد تمر وأنا قاعد أنطره ومحاص فيني. والله ما أدري شو أقول لك، أنت حالتك صعبة. هشام الحين صار عنده ولد وطاير فيه ويحبه ومستانس عليه، يعني مستحيل راح يتين على باله. أنا أقول وفي المشارج هذه حق ريال ثاني يتقدم لك وتتزوجينه وتعيش حياتك سعيده فيه. لا لا ما اقدر. اقول لك شغله، غير وظيفتك احسن بعد. لا عشان لا تشوفين وتعذبين. لا ما اقدر، ما اقدر اهد هشام، ولا اقدر اني اتزوج واحد ثاني غيره. ما اقدر، انا احب هشام وايد. الحب مو كل شيء، لا تخلي الحب يعمي عينك.